بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحباء الطلبة، أهلا وسهلا فيكم في الحصة السادسة من التأسيس. زي ما حكينا بإذن الله، هذا التأسيس لازم ومفيد للصف التاسع العاشر الأول ثانوي التوجيهي وامتحان الكفاءة في المواد الجامعية. احنا الان في الحصة السادسة بدنا نكمل الجملة الاسمية، اخذنا في الحصة الخامسة المبتدأ والخبر، الان بدنا نكمل عليهم اللي هي في النواسخ، كان واخواتها وان واخواتها. اولا عندي كان واخواتها، شو اخوات كان؟ عندي كان عندي كان اصبح امسى اضحى ظل بات صار ليس ما زال من فك ما فتئ ما برح ما دام. في غيرها كمان أسماء، في غيرها، لكن هذول هم المشهورات بالنسبة لطلاب المدارس، هذول هم المشهورات. هي أفعال ناسخة ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر، هذه ترفع الاسم وتنصب الخبر. طيب، أصبح الجو معتدلا. أستاذ محمود عود وطلابه حافظين أنه أصبح من أخوات كان، مدام من أخوات كان إذا بدها اسم وبدها خبر. وين الاسم؟ الاسم الجو، هاي الاسم. وين الخبر؟ هيو نيجي بنعرب. أصبح فعل ماضي ناقص مبني على الفتح الظاهر على آخره، الجو اسم أصبح مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، معتدلا خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره. طيب، ما تنسى أنه كان وأخواتها بترفع الاسم وبتنصب الخبر. في عندنا هاي ملاحظة مهمة جدا، إذا اتصل بكان وأخواتها الضمائر الآتية فهو اسمها. شوف، كنت تاء المتكلم، كنت تاء المخاطب، كنت تاء المخاطبة، كان ألف الاثنين، كانوا واو الجماعة، كنا نون النسوة، تكونين ياء المخاطبة، كنا ناء المتكلمين. هاي الضمائر اللي عليها دائرة إذا شفتها مع كان وأخواتها بكون اسمها، بكون إيش؟ اسمها، بيكون اسمها. أستاذ، هاي الضمائر مرت علينا، وين مرت علينا؟ مرت معنا في الفاعل. هاي الضمائر إذا اتصلت مع الفعل، ركز، إذا اتصلت مع الفعل بتكون فاعل، إذا اتصلت مع كان وأخواتها بتكون اسم كان وأخواتها. دير بالك من هاي النقطة. هاي كنا جالسين في المقهى، هاي كان، هاي الضمير المتصل ناء المتكلمين، وهاي الخبر جالسين، هاي كان فعل ماضي ناقص والضمير المتصل، والضمير المتصل في محل رفع اسم كان، الضمير المتصل اللي هو ناء المتكلمين. جالسين، جالسين خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذن أوعك تنسى لما تشوف هاي الضمائر أجت مع كان وأخواتها بتكون اسم كان وأخواتها، في محل رفع اسم كان وأخواتها. أيوة، بقى في عندنا نقطة مهمة جدا، ممكن اسم كان وأخواتها يكون ضمير مستتر. تعال شوف، بدي أوريك هالنقطة، لاحظ معي. كان الطالب مجتهدا، ركز معي. كنت مجتهدا، ركز. كان مجتهدا، ركز معي. كان وأخواته كلهم، هي اسم كان مرفوع، هي اسم كان مرفوع، هي خبر كان منصوب. طيب، هون التاء اسم كان، هسا أخذناها
في محل رفع اسم كان. هاي خبرها، هاي خبر كان منصوب. طب شوف لي هذا المثال، كان مجتهدا، ركز عليه. هاي كان، شوف شو أجا وراها مباشرة، بعدها مباشرة، مباشرة أجا وراها، مباشرة أجا وراها إيش؟ مباشر. ركز على النقطة، اسم منصوب أجا وراها مباشرة اسم منصوب، هذا خبر كان، هذا خبر كان منصوب. طب أستاذ وين اسمها؟ اسمها هون جاي، هون هون، اسمها ضمير مستتر تقديره هو. يعني بكل بساطة، إذا بتشوف كان وأخواتها أجا وراها مباشرة، مباشرة اسم منصوب، بيكون اسمها ضمير مستتر، بيكون اسمها ضمير إيش؟ مستتر. دير بالك من هاي النقطة. طيب خلينا نسكر هذا الملف ونسكر هذا الملف، نرجع هون. طيب نيجي لإن وأخواتها، إن وأخواتها هيهم، إن، أن، كأن، لكن، لعل، ليت، هاي بسموها إن وأخواتها، هي أحرف ناسخة. شوف، تنصب المبتدأ، تنصب المبتدأ اللي هو الاسم وترفع الخبر، عكس مين؟ عكس كان وأخواتها. كان وأخواتها بترفع الاسم وبتنصب الخبر، إن وأخواتها بتنصب الاسم وبترفع الخبر، العكس تماما، العكس تماما. إن الغيث منهمر، هي إن، هذا اسمها، هذا اسمها، هذا خبرها، هي إن حرف توكيد ونصب، هي إعرابه. الغيث اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. منهمر خبر إن مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم الظاهر على آخره. كمان إن وأخواتها إذا بيجي معاها ضمير بكون اسمها، إذا بيجي معاها ضمير بكون اسمها. هيو، إنني يا المخاطبة، يا المتكلم، آسف، إنني يا المتكلم، إنك كاف المخاطب، إنه هاء الغائب، إننا ناء المتكلمين. إذا بتشوف هاي الضمائر أجت مع إن وأخواتها بتكون اسمها، يعني زي مثلا لعله أو لعلك إلى آخره. إنه موجود في البيت، هي إن، هي اسمها، هيو هيو، وهي خبرها. نيجي نعرب، نيجي نعرب، إن حرف ناسخ والضمير المتصل في محل نصب اسم إن، موجود خبر إن مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم الظاهر على آخره. كمان ملاحظة، قد يكون خبر كان وأخواتها وإن وأخواتها جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة، كما ورد في صور خبر المبتدأ. يعني مثلا شوف، كان الطالب مجتهدا، ركز معي، كان الطالب يجتهد في الدراسة، زي ما أخذنا، زي ما أخذنا في صور الخبر في المبتدأ، إنه بيجي اسم مفرد أو جملة فعلية أو جملة اسمية أو الآخري في الدراسة. شوف، كان الطالب اجتهاده واضح، كان الطالب في المدرسة، ركز معي، هاي
هي اسم كان مرفوع، هي اسم كان مرفوع، هي خبر كان منصوب. كان الطالب، هي اسم كان، اسم كان مرفوع. في عندي جملة فعلية، يجتهد، يجتهد فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية، الجملة الفعلية في محل نصب خبر كان، نفس خبر المبتدأ. كان الطالب اجتهاده واضح، هي اسم كان، اسم كان مرفوع، هي مبتدأ، مبتدأ مرفوع، هي خبر مرفوع، خبر مرفوع. والجملة الاسمية، والجملة الاسمية اجتهاده واضح في محل نصب خبر كان، زي ما أخذنا في صور خبر المبتدأ. كان الطالب في المدرسة، هي اسم كان مرفوع، في المدرسة حرف جر واسم مجرور، وشبه الجملة في محل نصب، في محل نصب خبر كان، في محل نصب خبر ايش؟ كان. هيو هيو، شايف انا ناس اني حاطط. كان الرجل نشيطا، هي اسم كان مرفوع، هي اسم كان مرفوع، نشيطا خبر كان منصوب. كان الرجل نشاطه واضح، هي اسم كان مرفوع، هي مبتدأ مرفوع، لأنه هي الضمير عائد عمين، عائد اسم كان. واضح خبر المبتدأ، خبر المبتدأ مرفوع. والجملة الإسمية، الجملة الإسمية كلها في محل نصب خبر كان، الجملة الإسمية في محل نصب خبر كان. كان الرجل ينشط في عمله، هي اسم كان مرفوع، هاي جملة فعلية، ينشط فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان. كان الرجل في المصنع، هي اسم كان، اسم كان مرفوع، في حرف جر، المصنع اسم مجرور، وشبه الجملة في محل نصب خبر كان. النعت، نيجي لدرس النعت، نيجي لدرس النعت. النعت تابع يذكر بعد اسم سابق له يسمى المنعوت، ليصفه في بعض أحواله، ويوضح متبعه إن كان معرفة، ويخصصه إن كان نكرة، وهو يتبعه في التعريف أو التنكير والإفراد أو التثنية أو الجمع والتذكير والتأنيث والإعراب. طويل هذا شرحه، أنا بدي أشرحك إياها بشكل بسيط سهل جدا. شو هو النعت والمنعوت؟ لاحظ، نفترض إنه هي جملة، هي جملة أجا فيها اسمين ورا بعض، هي الاسم الأول وهي الاسم الثاني، أجوا ورا بعض. بدي أضرب لك مثال، هذا الاسم الأول، نفترض مثلا، نفترض أجا معرفة، معرفة ومذكر مثلا ومرفوع مثلا، وهذا الاسم الثاني أجا معرفة ومذكر ومرفوع، هذا الاسم الثاني هو النعت وهذا المنعوت. إذن أنا كيف أعرف أنه عندي نعت؟ كيف أعرف أنه عندي نعت؟ اسمين بيجوا ورا بعض، بيجوا ورا بعض، اتشابهوا في كل شيء، في كل شيء اتشابهوا، فالاسم الثاني بيكون نعت. الاسم الثاني شو بيكون؟ نعت. تعال خلينا نأخذ أمثلة. هيو، شايف اسم أول اسم ثاني المنعوت والنعت. تعال شوف، تعال شوف، كرم المدير المهندسة المبدعة، وين الاسمين اللي أجوا ورا بعض بتشابهوا؟ هيو تعال شوف، هيو المهندسة، لاحظ معي مؤنث،
معرفة مفرد، وهذا مؤنث ومعرفة ومفرد، هذا هو النعت تشابهوا. طيب شو إعراب المهندسة؟ إعراب المهندسة مفعول به منصوب، ليش؟ لأنه هي الفاعل، هي الفاعل، هي الفاعل مفعول به منصوب. إذن على هذا الأساس، على هذا الأساس هذا بده يكون نعت منصوب، لأنه النعت حسب اللي قبله، النعت حسب اللي قبله. إذا قبله مرفوع النعت بيكون مرفوع، إذا قبله منصوب النعت بيكون منصوب، إذا كان مجرور النعت بيكون مجرور. تعال نشوف مثال آخر. أعلن عمال مشرفون على المشروع الانتهاء منه. وين الاسمين اللي أجوا ورا بعض بيشبهوا بعض؟ هيهم، هيهم. شوف، أجا نكرة وجمع ومذكر، وأجا نكرة وجمع ومذكر. إذن هذا هو النعت، أي النعت. شو إعراب العمال؟ إعرابها فاعل مرفوع، فاعل مرفوع. إذن هذا المشرفون بده يكون نعت مرفوع بالواو، لأنه جمع مذكر سالم. قد يكون النعت جملة فعلية أو اسمية. طب كيف أعرف؟ هيو، الجملة الفعلية أو الاسمية التي تتحدث عن نكرة، بدها تحكي عن نكرة، تكون في محل نعت. فهناك قاعدة تقول الجمل بعد النكرات صفات. مثال، أضرب لك مثال، أضرب لك مثال. وصل طالب يحمل الكتب. طيب تعال ركز معي، طالب نكرة ولا لا؟ نكرة. شو أجا إعرابه؟ أجا إعرابه فاعل. طيب يحمل الكتب، يحمل فعل مضارع، يحمل فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والكتب مفعول به منصوب. طيب هاي الجملة، هاي الجملة حكت عن اسم نكرة ولا لا؟ حكت عن اسم نكرة. إذن هاي الجملة بحكي له الجملة الفعلية في محل رفع نعت. ليش رفع؟ لأنه قبلها مرفوع. يعني خليني أعطيك مثال آخر، أعطيك مثال آخر. أعجبت بقصيدة كتبها الطالب. طيب خلينا ركز معي، قصيدة نكرة وأجت اسم مجرور. شوف هاي الجملة الفعلية، كتبها الطالب، شوف كتب فعل ماضي، كتب فعل ماضي، والهاء أخذناها، الهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والطالب فاعل مؤخر مرفوع. طيب هاي الجملة هاي عن مين حكت؟ حكت عن قصيدة، حكت عن نكرة. إذن هاي الجملة بحكي له جملة فعلية في محل جر نعت. ليش أستاذ جر نعت؟ لأنه اللي قبلها اسم مجرور. ما احنا حكينا النعت من التوابع، يتبع ما قبله، إذا كان قبله مجرور بيكون مجرور، مرفوع مرفوع. طيب هيو، شوف، دخل رجل يسرع الخطى، رجل أجا نكرة وأجا فاعل، يسرع، يسرع
فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والخطى مفعول به منصوب. طيب هاي الجملة يسرع الخطى هاي حكت عن مين؟ حكت عن رجل، ورجل أجى نكرة. إذن هاي الجملة جملة فعلية في محل رفع نعت. ليش رفع نعت؟ لأنه قبلها فاعل مرفوع. طيب مررت بطفل وجهه مبتسم، طفل نكرة وأجى اسم مجرور، وجهه مبتدأ، مبتدأ مرفوع، مبتدأ إيش؟ مرفوع. مبتسم خبر المبتدأ مرفوع. طيب هاي الجملة الاسمية هاي عن مين حكت؟ حكت عن طفل أجى نكرة. إذن بحكي له الجملة الاسمية في محل جر نعت، في محل جر إيش؟ نعت. نأخذ الحال، درس الحال. اسم يبين هيئة صاحبه وقت وقوع الفعل، حكمها وجوب النصب. إذن الحال هو اسم، اسم بيبين حالتك عند حدوث الفعل، وهو دائما منصوب. الحال دائما منصوب. بس في ركز معي، الحال كيف تعرف الحال؟ نكرة منصوبة، يعني الكلمة اللي بدي أعربها حال لازم تكون نكرة، لازم. ركزوا على هاي النقطة، الكلمة اللي بدي أعربها حال لازم تكون نكرة، لازم. تتحدث عن معرفة، يعني اللي حكت عنه بده يكون معرفة. يعني في عندي صاحب الحال، هاي القاعدة، صاحب الحال بيجي وراء الحال. صاحب الحال بده يكون معرفة، والحال بده يكون نكرة، قاعدة ثابتة هاي في اللغة. وهذه المعرفة اللي هو صاحب الحال، اللي هو صاحب الحال، وهذه المعرفة في أغلب الأحوال تكون فاعلا أو مفعولا به أو اسم مجرور أو نائب فاعل. جلس الرجل مرتاحا على المقعد. أجى حكالي اعرب هاي، ركز معي، نكرة منصوبة ولا لا؟ نكرة منصوبة. ركز، شوف كيف بدي حلها. عن مين حكت؟ حكت عن الرجل. ركز معي، حكت عن الرجل. طب الرجل معرفة ولا لا؟ معرفة. وأجى فاعل ولا لا؟ أجى فاعل. انطبقت القاعدة، انطبقت القاعدة اللي أخذناها هيها. انطبقت القاعدة، ما دام في عندي نكرة منصوبة حكت عن معرفة، إذن هاي مرتاحا بدها تكون حال منصوب بتنوين الفتح الظاهر على آخره. مررت بالحضور فرحين. أجى حكالي اعرب لي هاي، ركز معي، نكرة ولا لا؟ نكرة. ومنصوبة، منصوبة يا أستاذ؟ منصوبة، منصوبة بالياء، منصوبة بالياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب عن مين حكت؟ حكت عن الحضور. الحضور معرفة ولا لا؟ معرفة. وأجى اسم مجرور. طيب أجى اسم مجرور، انطبقت القاعدة أو اكتملت القاعدة؟ اكتملت القاعدة يا أستاذ. إذن فرحين حال منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر إيش؟ سالم. أنواع الحال. الحال ممكن يجي حال مفرد زي ما أخذنا هسا، زي ما أخذنا هسا حال مفرد. شو يعني حال مفرد؟ يعني ليس جملة اسمية ولا جملة فعلية ولا شبه جملة. طيب الحال جملة اسمية، الحال جملة اسمية. شو يعني جملة اسمية؟ يعني مبتدأ وخبر، وهون تسبق بواو الحال، تسبق ايش؟ بواو الحال. دخل أهلي وهم فرحون. شوف أهلي أجت معرفة،
أستاذ كيف معرفة؟ آه معرف بالياء، معرف بالإضافة. أنا حكينا لكم في الحصص التأسيس إنه المعرف ممكن، المعرف ممكن يكون علم، علم معرف بأل، معرف بالإضافة، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، الضمائر المنفصلة، معرفة، وأجى إعرابه فاعل. طيب لاحظ هاي الجملة، شوف هاي 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 الواو، هاي 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 بيسموها واو الحال. هم هم ضمير منفصل في محل، ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. فرحون خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. آه طيب هاي الجملة حكت عن هون ولا لا؟ آه والدليل على ذلك هاي الضمير الواو، واو الحال اللي ربطت، اللي ربطت، ربطت بين الجهتين. إذن هاي الجملة الإسمية بحكي له الجملة الإسمية في محل نصب إيش؟ حال. في محل نصب حال. الحال جملة فعلية إذا أجى فعل مضارع. سمعت المعلمين يتحدثون. آه المعلمين أجى مفعول به، مفعول به منصوب بالياء. ليش؟ لأنه هاي الفاعل التاء. ارجع ل ارجع لصور الفاعل. طيب هاي يتحدث، آه مفعول به وأجى معرفة. هاي يتحدثون فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، فعل مضارع مرفوع، مرفوع بثبوت النون لأنهم الأفعال الخمسة، والواو، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. ارجع لحصة العلامات الإعرابية. طيب هاي الجملة يتحدثون حكت عن هون ولا لا؟ آه حكت، حكت عن معرفة ومفعول به. إذن الجملة الفعلية في محل نصب مفعول به، في محل نصب حال، آسف ظليت نحكي لأني ظليت أحكي مفعول به وفاعل، مفعول به وفاعل، في محل نصب إيش؟ حال. الواحد من كثر ما حكى مفعول به وفاعل، في محل نصب حال. طيب فعل ماضي، ممكن يجي فعل ماضي الحال. إذا أجى فعل ماضي لابد أن تسبق بواو الحال وقد. دخل الطلاب القاعة وقد استعدوا. طيب الطلاب شو إعرابها؟ أجت أول شيء أجت معرفة وأجى إعرابها فاعل. هون لاحظ هاي الجملة، قد، قد حرف يفيد التحقيق، حرف يفيد التحقيق. استعدوا، استعدوا فعل ماضي مبني على الضم. ليش مبني على الضم؟ لأنه اتصل في واو الجماعة، واو الجماعة ضمير منفصل في محل رفع فاعل. آه شوف هاي الواو، هاي واو الحال وهاي قد. طيب هاي الجملة هاي حكت عن الطلاب ولا لا؟ آه حكت عن الطلاب، الطلاب أجمع عرفوا فاعل. إذن هاي الجملة كلها بحكي له جملة فعلية في محل نصب حال، في محل نصب إيش؟ حال. الحال شبه جملة، آه شبه جملة يعني جار ومجرور أو ظرفية. وقف أفراد العائلة في الحديقة. أفراد شو إعرابها؟ فاعل وأجت معرفة. أستاذ ليش معرفة؟ معرف بالإضافة، هي المضافة ليه؟ معرف بالإضافة. طيب في الحديقة حرف جر واسم مجرور. هاي الجملة، هاي شبه الجملة عن مين حكت؟ عن أفراد. إذن بحكي له شبه الجملة في محل نصب حال. كأنه تفسيرها، كأنه تفسيرها، تفسيرها يعني هذا مش مطلوب منكم، هذا مطلوب للجامعات. وقف أفراد العائلة فرحين في الحديقة، هي أصلها هيك، في شيء متعلق محذوف، لكن هذا الحكي مش مطلوب منكم. وقف أفراد العائلة مصطفين في الحديقة، هي أصلها. شاهدت الهلال بين السحب، شو إعراب الهلال؟ مفعول به، أجى معرفة ومفعول به.
بين ظرف مكان، ظرف مكان منصوب وهو مضاف، والسحب مضاف إليه مجرور. طب هاي الجملة عن مين حكت؟ حكت عن الهلال. إذن بحكي له شبه الجملة الظرفية، شبه الجملة الظرفية في محل نصب حال. هي شو أصلها؟ في عنا شيء متعلق محذوف، لكن زي ما كنت تقولون هذا مش مطلوب منكم. شاهدت الهلال لامعا بين السحب، أو شاهدت الهلال مضيئا بين السحب، لكن هون المتعلق حذف. وسد مسد مين؟ سد مسد شبه الجملة. طيب، وهيك أحبائي بنكون خلصنا الحصة السادسة من التأسيس. إن شاء الله رح نكمل، أرجو من الله عز وجل أنكم تكونوا استفدتوا، وإلى اللقاء في الحصة اللي بعدها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.